ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، وعناي المفتوحة على القلب كأنها وجع يبص ويبتسم وببتسم. شريطي ماشي ومعاكس شريط القطر، والصحرا دي زي الخضرة جوايا، ولسه الحب نبراسي وفي راسي لكنه خجول، وبسمة صغيرة تحاول تفك الأسر. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه. با برارارا با با برارارا با برارارا با با برارارا برارارا. بخبط عالبيبان بالراحة وببتسم، ونظرتي وتر مشدود عالآخر مبتسم، وجع إنساني ومش مفهوم مش مفهوم لغيره، وجع إنساني ومش مفهوم لغيره بيبتسم. فأخره في حناني فيه يغرق ولا يغرقش ويبتسم وببتسم ويبتسم وببتسم. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، من كتر حبي للعالم ببتسم. مساء الخير، وانا ببتسم جدا بعد البدايه الجميله ديت، وحلقه جديده وبوضوح. النهارده حلقه فنيه جدا متميزه، وضفت فيها فنانه جميله وموهوبه جدا قررتنا يعني تعبر عن رايها السياسي والاجتماعي وموقفها الحياتي باسلوب خاص ومختلف. اخترت الموسيقى عشان تعبر بيها وتصل الى الناس. حتى الاله الموسيقيه اللي هي اختارتها معروف انها اله يعني آلة الترحال في تاريخ الموسيقى هي الأكورديون، بالفعل وصلت للبسطاء في الشارع من خلال أسلوبها البسيط أدواتها الجميلة. النهاردة هتحكي لنا عن بدايتها وعن مشوارها في الغناء وعملها الفنية وكمان إعلامية أخيرا ناجحة جدا. رحبوا معايا بالفنانة المتميزة الجميلة يسرى الهواري. يسرى أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، شرفتيني. مرسي. وببتسم وبدقلي بفتاة المصنع بالابتسامة على طول. قوليلي أنت الحقيقة ليكي موسيقى خاصة بيكي، ليكي شخصية، بالتأكيد ليكي أدائك كمان، حتى ليكي كلمتك. أنا عايز أعرف يعني تكوين شخصيتك ده يتكون إزاي، بتفكري إزاي، يعني اكيد ايه العوامل اللي اثرت فيك؟ يعني والله مش بفكر، هو ده اللي بيحصل، لان انا مش بفكر كتير.
يعني انا دايما المزيكا بالنسبه لي او الفن عموما هو وسيله تعبير بالاساس، يعني انا بعبر عن افكاري، عن اللي انا حاسه بيه، عن اللي انا شايفاه. فاكيد اي حاجه هتطلع مني هي نتاج حاجات كتير عشتها وحصلت لي حتى من وانا صغيره لغايه دلوقتي، حاجات كتير سمعتها، انواع موسيقى مختلفه سمعتها في مصر وبره مصر، وطلعت ده في الاخر. يعني انت مهمومه بايه يا يسرى؟ ايه همك في المراحل المختلفه وارتباط الهم ده بالمزيكا اللي انت بتقدميها؟ انا ما بحبش احط عنوان واضح للكلمات او للموضوع، المواضيع اللي انا بتكلم فيها. يعني عمري حتى ما بقول ان انا بغني عن السياسه بس، او عن يعني هو عن حياتي، عن اللي انا يعني يمكن هيلمس اي بنت في سني او قريبه مني عايشه في مصر، عايشه في القاهره، في المجتمع ده. الحاجات كلنا بنحسها اكيد وبنعيشها، هي انا اللي انا بشوفه اليوم في الشارع وفي البيت هو اللي بيطلع الاغاني بتاعتي. شايفه ايه طيب؟ يعني عندنا حريه كبيره قوي في الحلقه هنا. في الحياه. والله يعني بس خلي بالك وانت يعني حاضر من عيني. يعني بص انا هقول لك حاجه، انا حتى الناس بتقعد تقول انه انا الاغاني المبهجه الفنانه اللي مش يعني، في ناس كده بتقعد تسميني حاجات وعشان اغنيه زي ببتسم او حاجه كده، بس بالعكس انا دايما بحس انه يعني انا بالنسبه لي اغنيه ببتسم اغنيه حزينه مثلا. حزينه؟ ايوه، لان هي فيها كلام مثلا زي ببتسم من كتر حبي للعالم، بس تاني جمله ببتسم من كتر خوف وعيت عليه. يعني هي واقعيه بشكل كبير جدا، ليها علاقه بالمجتمع اللي انا عايشه فيه والمكان اللي انا عايشه فيه، وجع انساني ومش مفهوم لغيره بيبتسم. يعني كل الفرحه اللي في الاغنيه طالعه من وجع اصلا، وهي دي شخصيتي. يعني انا بحاول استقبل اي حاجه متعبه او واطلع منها ابتسامه. طب تحبي يعني تقولي ايه؟ تغني ايه دلوقتي؟ اغني ايه دلوقتي؟ ممكن اغني حاجه على الاكوردين بس كده. اسمها لسه قادره، يمكن ليها علاقه باللي انا كنت لسه حالا بقوله بالصدفه. يعني رغم كل الحزن قادرة لسه أفرح، رغم كل الزحمة قادرة لسه أسرح، رغم كونك مش معايا ورغم كوني لسه ضلمة، لسه برضو الشمس طلعة. رغم قلة مطري قادرة لسه أطرح من غطان الهم غلا، رغم جوعي الحضن دافي ورغم حضنك ليا كافي، يسقيني يبدل جفافي، بس أشهد إن ما في مرة قدرت أفك رموزك رغم إنك اكتشافي. أيوة أشهد إن ما في مرة قدرت أفك رموزك رغم إنك اكتشافي.
بدايتك بتبدايها من فين؟ من امتى؟ سنه كام تحس ان دي البدايه الفعليه ليك؟ هي جت على مراحل يعني. انا اولا كنت بتعلم بيانو من وانا صغيره خالص، وده طبعا قرار اهلي يعني. يعني كان في ناس بقى في المدرسه يقعدوا يقولوا لهم يسرى بتحب المزيكا وكده، ففعلا هم ساعدوا انه ابتدي اتعلم بيانو من وانا صغيره، وموسيقى كلاسيكيه والنوته وكل الكلام ده. وبعدين دخلت، انا درست فنون جميله، ديكور مسرح وسينما. في الوقت ده انا كنت بعيده عن المزيكا شويه، واشتغلت بقى في الجامعه والمشاريع والحاجات دي. بعدين اول ما اتخرجت على طول، دي كانت البدايه بقى اللي انا هسميها بدايتي مع الجمهور يعني. لانه في الوقت ده انا حسيت ان انا عايزه ارجع اعمل فن عموما، فانضميت لفرقه، فرقه الطامي المسرحيه، وكان بدايتي مع التمثيل على المسرح. احنا في فرقه الطامي بنعمل عروض فيها حكي، فيها اغاني، فيها يعني موسيقى، فيها عمل جماعي، وفيها حتى اتعلمت ان انا اكتب قصصي الشخصيه انها تطلع في صوره حكايه تتحكي على المسرح. فده المكان اللي انا اتعلمت فيه حاجات كتير، وتعلمت ازاي اقف قدام الجمهور يعني. هو ده كان الحاجه الاساسيه. بعدها بفتره لقيت ان المزيكا وحشاني كمان اكتر، وكنت عايزه ارجع العب تاني بيانو، بس فكرت ان هو آلة كبيره يعني هيحد حركتي. فساعتها بقى جه الاكوردين، يعني اللي هو انا كنت عماله افكر ايه الاله التانية اللي ممكن اتعلمها عشان تبقى سهله اخدها معايا في اي حته ابتدي العب كتير فاتعلم اكتر. فكان عندي اكوردين من المدرسه، لانه كنت في طابور الصباح بلعب بالاكوردين، وهو اله موجوده في المدارس عموما يعني. فكان عندي اكوردين صغير، ولقيته بالصدفه كده، كنت بوضب في البيت ولقيته. احنا كلنا عندنا اكوردين صغير في البيت. فخدت كده وقعدت العب بيه، وبعدين تقول ايه ده، هو انا ليه مش بلعب اكوردين، طب ما العب يعني كده. فدورت بصراحه ان انا اتعلم في مصر، ما لقيتش مكان يعني اقدر اخد فيه كورس او كده. فقررت طب انا هعلم نفسي، فرحت اشتريت كده اكوردين اكبر شويه، مش ده بقى لسه واحد قبلي. وبعدين كان بقى الموضوع صعب جدا في الشغل يعني، فشلت يعني، اللي هو قعدت اتعلم لقيت انه مش قادره يعني، في حاجات كتير وديتيلز كتير وكده، وسبته فعلا. وبعدين رجعت تاني، لا انا هعلم نفسي، وفعلا بدا الموضوع، وابتديت احبه جدا، وابتديت حتى الحن عليه، وابتديت يعني خلاص اتبنت بقى علاقه كده بيني وبين الاكوردين، بقيت حاسه انه في سند كده معايا دايما. بس ده حكايتي مع الاكوردين. بعدين الاغاني بقى بتاعتي. مين بيكتبها؟ مين بيلحنها؟ انت؟ انا بلحن كله. ما جربتش حتى عمري الحن اغني حاجه حد تاني ملحنها خالص. ليه؟ عشان انا اصلا في الاول عمري فكرت ان انا عايزه اغني يعني. انا دايما بفكر في نفسي ان انا بلعب مزيكا، وفكرتي عن صوتي ان هو صوتي صوت مش طربي يعني، ما ينفعش اغني يعني. يعني صوتي مش قوي كفايه ان هو ان انا اتسمى مطربه يعني. فعشان كده كنت دايما حتى في الاول لما بيجي اعمل اغاني بدور على حد تاني يغنيها، انه عشان هو يغنيها بقى بشكل صح يعني، او هي تغنيها. دورتي على مين يغني اغانيكي في الاول؟ يعني كنت بسال اصحابي مين صوته حلو، مين كان عنده استعداد يغني اغاني انا كاتبه حاجات وكده. بس بعدين لقيت انه، او يعني في ناس كتير حواليا، اصحاب وحتى ناس متخصصه يعني، هم حكوا لي انه، قالوا لي انه هو الموضوع على بعضه كده، انا بالاكورديون بصوتي ده اللي هو مش طربي قوي. هو اللي عامل ده يعني. وحتى كان الحاجات اللي انا بكتبها عاده بتبقى حاجات يعني مش عايزه اقول كوميدي يعني، بس بتبقى تجارب شخصيه جدا، وليا طريقه معينه في الكتابه فيها سخريه شويه. فانا ساعات بكتب الكلام، وساعات بغني اغاني ناس تانية اللي كاتباها، بس لازم تكون اثرت فيا بشكل ما يعني. طب قبل ما نطلع فاصل هنسمع ايه؟ قبل ما نطلع فاصل ممكن اغني حاجه انا كاتباها بقى عشان. بس هي اغنيه اسمها جيسيكا، يعني مش هحكي لكم عليها، انا هلعب على طول. جه الوقت
وقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة، ده مين ما يحبش جيسيكا. جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت رهيبة رهيبة، ده مين ما يحبش جيسيكا. قبل فرحنا بشهر واحد يوم عرفنا جيسيكا، ما اقدرش ألومك يا حبيبي، ده مين ما يحبش جيسيكا. الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا. حبيبي فضل يحلف ويقول انه ما بيحبش جيسيكا، محتاج عيني وقت يفكر يبقى بعيد عن جيسيكا. حبيبي فضل يحلف ويقول انه ما بيحبش جيسيكا، محتاج عيني وقت يفكر يبقى بعيد عن جيسيكا. ما هو ليل وصبح وصبح وليل داخل خارج مع جيسيكا، ويا دوبك حتى ما يكلمني بيحكي لي عن جيسيكا. ما اقدرش الومك يا حبيبي، عن نفسي حبت جيسيكا، عن نفسي حبت جيسيكا. الله يخلي لنا جيسيكا، 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 الله يخلي لنا جيسيكا. مين جيسيكا دي؟ جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة. دي تجربة ذاتية دي؟ كل حاجة، كل أغاني. مين جيسيكا؟ جيسيكا؟ بعد الفاصل. فاوتشر من فيرجن ميجا ستورز او راديو شاك ليك، وفاوتشر من مانجو او مزايا ليكي. فودافون ريد، حاجه حلوه بين ايديك. تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض، ناس بتضرب بعض، ناس بتشتم بعض، تضرب بعض، تقتل بعض في الشارع. في ناس تنام على الأرض، في ناس تبيع العرض، في ناس تنام على الأرض، وناس تبيع العرض في الشارع. أيوة صحيح هتكون فضيحة، لازم صحيح هتكون فضيحة. لو يوم نسينا وبسنا بعض في الشارع. رجعنا تاني مع يوسف الهواري، وأسلوب مزيكا جديد مختلف، عزف مختلف، كلمات مختلفة. الحقيقة يعني اللي بيسمعها يحس إن هي ليها طابع خاص.
الطبع الخاص اللي موجود عندك ده، وأظنك أنت تأثرتي بحد ولا لوحدك طالعة ما فيش حد كان قدامك؟ لأن أنا إحساس إن في، مش عارف يعني، في يعني في كده فنانات كانوا في حياتنا، حاسس شوية إنك أنت ميالة ليهم. طب مين؟ عادل أيوبي. عادل أيوبي. طب والله كويس، يعني أول حد يقول لي كده. بس يعني انا طبعا يعني زي ما قلت حضرتك في الاول، انه اي حاجه، اي مزيكا بتطلع مني هي اكيد ميكس من حاجات كتير انا حبيتها وحاجات سمعتها وحاجات تاثرت بيها. انت حبيتي ايه يعني؟ انا اصلا يعني كنت تسمعي لمين مثلا كان بيأثر فيكي قوي؟ مفيش حد بعينه بيأثر فيا قوي، بس انا بحب يعني بحب تجارب كتير وبحب انواع المزيكا مختلفه. يعني انا ممكن اكون بحب مثلا جاز جدا، بحب كمان مثلا الحان محمد عبد الوهاب جدا، بحب منير مراد جدا جدا. يعني في ناس معينه كده مزيكا بتاعتهم قريبه. طب ما تيجي نسمع حاجه لمنير مراد، ايه رايك؟ حاجه لمنير مراد، ايه رايك؟ يا خبر. مش عارفه ايه، ممكن ممكن في اغنيه هي الحانه بس مش ما غنهاش، اغنيه يا حبيبي عود لي تاني لشاديه. يا حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. يا حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. كفايه كده. منير غناها كمان، انت عارفه محمد منير غناها يعني. مظبوط. استاذ عبد الوهاب بقى، انت قلتي لي عبد الوهاب. لا لا لا، معنى ان انا بحبها ان انا اغنيها يعني. اكيد كنت بتدندني كده على الاكورديون كده الاستاذ عبد الوهاب. اصل بصي، ايوه، اللي بيحب عبد الوهاب وعندها فكر زي افكارك بالتاكيد هي ممكن تكون ليها تاتش كده معين في المزيكا بتاعتها. لان على فكره يعني استاذ عبد الوهاب يعني كتير جدا مدركين عمق مزيكته وشكلها ايه وبعدها. بس عشان بس يعني حرام صوتي كده. لا ولا يهمك ولا يهمك. حسن حسن، طب غني معايا، ايه رايك؟ قدر المستطاع، قدر المستطاع. عشان نغني مع بعض كده. طب ايه 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 ممكن يعني؟ جفنه علم الغزه، سهل قوي. عادي خالص يعني. يلا تلعب على كوردي. طب مش عارف فجاه كده يعني. لا بجد صعب قوي، حرام. مثلا ممكن انا بحاول اشوف ايه الحاجه اللي تنفع على آلة الاكورديون يعني انها تبقى بشكل. يا مسافر واحد. كان اجمل يوم يوم مشاكلي، قلبي من حبك وانا خالي. كان اجمل يوم يوم مشاكلي، ترارار، قلبي من حبك وانا خالي، ترارار. كان اجمل يوم يوم مشاكلي. حرام والله. ليش؟ برافو برافو. انت اخر حاجه عملتيها كنت عامله حاجه مع كايروكي، مظبوط؟ مش كايروكي بس، هم ده مشروع كان فيه كذا فرقه يعني. كان انا وكايروكي شارموفرز، فرقه المدفعجيه، وزاب ثروت، وكان موزع الاغنيه اللي هو الالبوم بتاع ناس وناس، مظبوط؟ لا لا لا، ده كان بروجكت لوحده. وكان موزع الاغنيه حسن الشافعي، بس يعني كل واحد فينا لحن وكتب الجزء بتاعه، وبعدين حسن الشافعي هو اللي وزع التراك ولم بقى الاجزاء بتاعتنا مع بعض، وهو ده. بس شايفه الفرق النهارده تجربتها ازاي؟ ومين الفرق اللي انت بتشوفي ان هي يعني قريبه جدا من قلبك ومن افكارك؟ يعني طبعا هو الوقت اللي احنا فيه ده
يعني في هوجة كده، في كل الناس بتشتغل، وفي فرق جديدة وفي أفكار جديدة وفي حاجات كويسة وحاجات مش كويسة طبعا، بس يعني أنا هفضل مبسوطة بفكرة إنه في ناس كتير قادرة تنتج مزيكتها وتسمعها للناس، والناس بتشتغل وبتعرض الكلام ده، حتى لو هو يعني مثلا مش مستواه كويس قوي، بس بالنسبة لي نكون إن ده بيحصل، أنا شايفة إنه من حق أي حد يمارس الفن، والجمهور دايما عنده الاختيار ان هو يختار يسمع ايه. ففي تجارب، يعني حتى في تجارب لسه مش مشهوره بس كويسه جدا، وفي ناس ابتدت فكره انه نشتغل على المزيكا وقت طويل، يعني انا اعرف ناس ان هم قاعدين سنتين بيشتغلوا على الالبوم بتاعهم، حاجات ما يعني بقالنا فتره طويله ما بنسمعش الكلام ده. طبعا دي حاجه صعبه جدا في ظل انه يعني هم تقريبا بينتجوا لنفسهم، فبيضطروا يشتغلوا حاجات تانية عشان يعملوا ده، ويفضلوا يشتغلوا على مزيكا ويذاكروا ويسافروا ايقاعات ما اعرفش من افريقيا وما اعرفش منين وحاجات كده. بس كل ده يعني كل اللي حاصل ده حاجه مبشره جدا، يعني بالنسبه لي انا مبسوطه. سمعيني ايه؟ اسمعكوا، ممكن اسمعك اغنيه اسمها قطره الندى. الاغنيه دي هي اصلا كانت متلحنه قبل كده، دي كانت في تتر فيلم احلام هندو كاميليا، وكانت يعني هي في تتر النهايه، وكانت الحان عمار الشريعي الله يرحمه، وانا كنت معتقده انها كلمات سيد حجاب، بس بعدين اكتشفت ان هي كلمات عمار الشريعي يعني نفسه. فانا اخدت الكلام ولحنته تاني واسمعكم دلوقتي. قطرة الندى يا صغيرة، يا قطرة الندى، رحتي كده جيتي كده احنا وراكي، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى، رحتي كده جيتي كده احنا وراكي، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى، رحتي كده جيتي كده كده كده، احنا وراكي مهما يخفيك الضبا، يا كبيرة جدا قد عمر الزمان، احنا وراكي مهما خباك الضبا، يا كبيرة جدا قد عمر الزمان، اتزلزلي اتململي اتزلزلي اتململي، احنا وراكي مهما دوبنا العذاب، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى. تبتسمي نجري فرحانين بكل أشواق السنين، تبتسمي نجري فرحانين بكل أشواق السنين، بسمتك حنان في دار حنين، تبتسمي نجري فرحانين بكل أشواق السنين، تبتسمي بكل أشواق السنين، تدينا بسمتك حنان في دار حنين، وتبكي نمسح دمعتك نلعب في شعرك نحضنك، تبكي نمسح دمعتك نلعب في شعرك نحضنك، تدينا حتى دمعتك أمل ورغبة في المحاولة من جديد، يا صغيرة يا قطرة الندى، يا صغيرة يا قطرة الندى، روحتي كده جيتي كده كده كده، تضيع ينتهي الوجود من غير حدود،
وجود ودع معاكي الكل والأنا تضيع ينتهي الوجود تضيع ينتهي الوجود من غير حدود ودع معاكي الكل والأنا ونعيش لإيه ونعيش لمن هنا نعيش لإيه ونعيش لمن هنا طب نعيش لإيه ونعيش لمن هنا يا صغيرة يا انتي يا قطرة الندى يا صغيرة يا قطرة الندى يا كبيرة جدا قد عمر الزمان يا صغيرة يا قطرة الندى يا كبيرة جدا قد عمر الزمان ويا صغيرة يا قطرة الندى يا صغيرة يا قطرة الندى يا صغيرة يا 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 انتي مثلتي كمان مثلت طب بعد الفصل بقى نعرف حكايتها مع التمثيل برعاية هاتوا صناديق 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 واملوها كراكيب 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 هاتوا صناديق 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 واملوها كراكيب كراكيب طب هاتوا صناديق 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 واملوها كراكيب 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 هاتوا صناديق 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 واملوها كراكيب كراكيب لفوها في كياس وقفلتر بس اغرقوا فيها مساس للرص ده اليوم الاسود اهو جاي خلاص وين حتى ما جاش ادينا عملنا حسابنا ناسنا حتى ما جاش حتى ما جاش ادينا عملنا حسابنا ناسنا حتى ما جاش هاتوا صناديق 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 هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا شقق فيلا عمرت ولا حد حيسكن ولا حيبات هاتوا شقق فيلا عمرت ولا حد هناك حيبات وعيفتكوا في الاعلانات اجدد افرات حي الشجرات ده اليوم الاسود قدام وساعات ود حتى ما جاش حسبنا يا ناسنا حتى ما جاش حتى ما جاش ادينا عملنا حسبنا يا ناسنا حتى ما جاش هاتوا عمرات 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 وهاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا بدل قمصان فساتين هاتوا بيجامات تكفيكوا سنين ودلابكوا يبص من الجنبين هاتوا لجهاز الواد هاتوا العريس البيت هاتوا لجهاز الواد هاتوا العريس البيت ده باين له كده جاي عالسبت ولو حتى ما جاش ادينا عملنا حسابنا يا ناسنا حتى ما جاش حتى ما جاش ادينا عملنا حسابنا يا ناسنا حتى ما جاش هاتوا فساتين 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 وهاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا صناديق صناديق هاتوا كراكيب كراكيب هاتوا عمارات 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 وميداليات وعربيات هاتوا فناجين 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 هاتوا من كل حاجة اتنين هاتوا من الهند وهاتوا من الصين وهاتوا حاجات تكفيكوا سنين هاتوا من كل حاجة حاجات هاتوا ألوان وهاتوا مقاسات وهاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير هاتوا كتير رجعنا مع المبهجة يسرى الهواري يعني انت مبهجة انا هطلق عليك لقب المبهجة خلاص لسه كنت بقول لك فعلا يعني عامله لنا حالة بهجة تمثيل بقى حكايتك مع ايه زي ما قلت لك ان انا في الاول دخلت فرقة مسرح قبل ما ابدا اغني فانا مثلت اكشلي الاول يعني قبل المزيكا بس اللي حصل انه كمان غير التجارب المسرحية عندي تجارب قدام الكاميرا يعني انا شاركت في فيلم فيلا 69 اخراج ايتن امين وكان بطولة خالد ابو النجا
ويعني انا التمثيل مش في دماغي، مش هو الحاجة الاساسية في دماغي، يعني عمري ما هروح مثلا اوديشن واروح كده، بس لما حد بيقول لي انه يعني لو يعني ساعتها المخرجة ايتن هي كلمتني وقالت لي انها حاسة انه انا ممكن اعمل الدور ده، فقلت ماشي هروح واجرب، وفعلا عملت الدور، وكانت تجربة لطيفة يعني. كمان كانت تجربتي الأولى قدام الكاميرا، وقد ايه قعدت افكر قد ايه ده مختلف عن المسرح واحساس الكاميرا وكل الكلام ده. وعندي تجربة تانية في فيلم قصير، والفيلم ده اسمه بهية. كان أفلام مصر العالمية عملت تجربة كده إنتاج 5 أفلام عن المرأة، وده كان واحد منهم. بس هتكملي في التمثيل ولا في الايه؟ التمثيل يعني، بس زي ما قلت لك انا مش هي الحاجه الاساسيه بالنسبه لي. انا اكيد مكمله في المسرح، يعني فرقه المسرح فرقه الطامي احنا لسه مستمرين ودايما بنشتغل على عروض جديده، بس بالنسبه للسينما يعني هي حاجه كمان متعبه جدا بصراحه، بتاخد وقت طويل يعني عشان تعمل مشهد قد كده. فاكره اغنيه السور؟ طبعا فاكره اغنيه السور. نسمعها؟ نسمعها كده؟ نسمعها. طب انا يعني دايما اغنيه السور بحس ان هي مرتبطه بشكل كبير بالكليب بتاعها، يعني لانها لما اتصورت قدام السور فعليا، فانا هغني حته صغيره منها عشان مش متمرن عليها. قدام السور قدام اللي بنيه، قدام السور قدام اللي معليه، قدام السور قدام اللي بنيه، قدام السور قدام اللي معليه، وكمان قدام اللي واقف يحميه، وكمان قدام اللي واقف يحميه. وقف راجل غلبان وعمل بيبي، وقف راجل غلبان وعمل بيبي، عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي، عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي، عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي، عالسور واللي بني. الراجل عمل بيبي. انا بس عايزه اقول لاغنيه السور كلمات رسام الكاريكاتير وليد طاهر، وانا يعني اشتغلت، يعني هو كتب لي، مش كتب لي، هو كان كاتبها اصلا فمن زمان جدا في 2005 تقريبا، وانا لما قريتها تاني كده وحسيت ان انا عايزه اغنيها وبعتها له وشجعني جدا، وعملنا تراك تاني مع بعض بعدها، فبشكر وليد. اغانيكي طبعا يعني فيها دايما اسقاطات وفيها يعني ابدا خالص، لا مش قصدي اسقاطات رومانسيه، انت فهمتيني غلط، مش قصدك السور، سور الحب يعني لما بيعلى. اي سور والله، اي سور، كل الاسوار، كل الاسوار في كل حته وفي كل المعاني. يعني بتغني سياسه؟ يعني مظبوط. اكيد اكيد. بتحسي ايه الفرق النهارده بين الاغنيه اللي فيها رمز سياسه واسقاط سياسي وزمان؟ مزيد من الحريه بين دلوقتي وامتى؟ زمان. زمان ده اللي هو امتى؟ زمان كنا بنغني من 4 سنين مثلا اغاني. زمان يعني زمان. انت رحت بعيد قوي. لا ما انا عايزه اعرف بس امتى الزمان ده. يعني مش عارفه اقول ايه والله. يعني انا بالنسبه لي انا اغنيه السور هي التجربه مش هسميها الاولى، لان انا في خلال المسرح كان دايما في اغاني. انا كمان قعدت كتير جدا بغني اغاني الشيخ امام، يعني خلال فرقه الطامي بغني اغاني الشيخ امام، فانا متاثره كمان بيها جدا، وبطريقه نوع الغنى الثوري وطريقه النقد ده اللي هو في سخريه بشكل كبير جدا يعني. فكان وقت اغنيه السور انا ما فكرتش خالص، يعني طبعا انا عملتها عشان انا يعني شايفه السور ده ومتاثره بالوضع، وحسيت انه دي اكتر طريقه انا حاسه ان انا عايزه اعبر بيها عن اللي انا بفكر فيه، بس ما تخيلتش خالص انها هتنتشر للدرجه دي. يعني انا ساعتها كمان كان بقالي شهر بس بغني. يعني كنت لسه في بدايتي، كنت عملت حفله واحده. انتوا من اجمل الاجيال، جيل الجريء المقدام اللي عنده راي عايز يقوله بصراحه، ما بيخافش
عشان كده يعني وصل للناس، وصل للشباب، لانه شباب جريء طموح محترم. هو طبعا يعني كمان اللي مساعد جدا وجود وسيط الانترنت، ان هو موجود، ان انا اقدر اعمل حاجه احطها على الانترنت، لا باخد اذن حد ولا راي حد ولا اي حاجه عشان انا احطها، ولا حتى بسعى انها توصل للناس. يعني ما بعملش اعلانات واقول استنوا الاغنيه اللي جاي، لا خالص، يعني هو انا حطيتها، فكون انها وصلت لحد والحد ده وصلها لحد ووصلها لحد، فده ده بالنسبه لي يعني يمكن اكتر حاجه صادقه او اكتر دليل صادق انها هي وصلت لوحدها، كانك سبت حاجه كده وبتشوف هي هتمشي قد ايه. فمعنى انها انتشرت في الوقت ده يمكن انها عبرت بطريقه ما عن اللي احنا حاسينه وقتها، وطريقه كمان بسيطه. يعني هي في الاخر اغنيه مفرحه ومبهجه، بس بتعبر عن حاجه يعني تقيله يعني. بس فده حكايه. انت قلت الشيخ امام، ما تيجي نسمع شمسيه لي للشيخ امام؟ يعني دي اول حاجه اغنيها لحد تاني، يعني ان انا اجرب اغني حاجه مش بتاعتي في الحفلات. كانت اغنيه شمس الزنزانه، او يا شمس يا اللي هلا، للشيخ امام. وانا بحب الاغنيه دي يعني من اول ما بدات اسمع الشيخ امام، هي اكتر اغنيه مأثره فيا. ما تخيلتش ان انا في يوم هبقى محتاجه اغنيها فعلا، عشان بفكر في ناس اعرفهم موجودين في السجن، او يعني فهغنيها دلوقتي. ما تخافيش وتكلمي، انت خايفه أنا ليه؟ انا مش خايفه خالص. هو تتكلمي زي ما انت عايزه. انا مش خايفه، مش في رقابه بعد كده. هتقص كل حاجه خلاص. لا، هي الحاجات معروفه وواضحه، يعني مش محتاجه حتى ان انا اقولها. قولي يعني كل اللي انت عايزاه. فانا يعني كلام الاغنيه دي يعني هو بيتكلم عن شمس الزنزانه، حد بيغني للشمس وهو في الزنزانه. فطبعا كل ما بركز في معاني الكلمات بفتكر كام حد انا اعرفه ممكن يكون موجود في سجن بقاله فتره كمان طويله، ويمكن ما فيش احكام حقيقيه نقدر نقول انها، وده الناس اللي انا اعرفهم، فبسال فيه كام حد انا ما اعرفوش كمان. فهغني شمس الزنزانه شمس ياللي هلا يا حبنا الحلال، يا مدهبلنا الغلا يا مكبر العيال، يا شمس ياللي هلا يا حبنا الحلال، يا مدهبلنا الغلا يا مكبر العيال، يا محمر الحرايق يا مخضر الحدايق، يا محمر الحرايق يا مخضر الحدايق، يا مسيب الشعور لينا وللخلايق، بنشوفك بالطابور بنشوفك بالدقايق. سايحة عالضفاير يا وردة عالستاير، يا سايحة عالضفاير يا وردة عالستاير، يا منشفة الهدوم يا ملمعة السراير، يا منقرشة النجوم يا منبتة العماير، بستنظرك تدافي في كل الزنزانات، وحرسمك بكفي على صدور البنات، وحرسمك بكفي على صدور البنات. يا شمس يلي هلا يا حبنا الحلال، يا مدهبلنا الغلا يا مكبر العيال، يا شمس يلي هلا
يا حبنا الحلال يا مذهبنا الغنى يا مكبر العيال. برافو. كان عمار الشريعة الله يرحمه كان غنى محبوس طير الحق، فكرها كان كلمة سيد حجاب. عايزني اغنيها ولا لا؟ فاكرها؟ لا مش عارفاها. مش عارفاها؟ لا قريبه من نفس روح كلمات الشيخ امام احمد فؤاد نجم طبعا الشعر. مشاريعك اللي جايه ايه اسره؟ فكري في ايه؟ انت طبعا نجمه النهارده مقدمه برامج قويه جدا بتنافسينا في الاذاعه وعامله شغل جامد جدا. تجربة حلوة بالنسبة لك؟ طبعا يعني طب أنا عمري ما كنت أتوقع أن أنا أبقى مذيعة في يوم من الأيام يعني، بس هي إذاعة نجوم اف ام كان عندهم الفكرة دي أنه عشان يعملوا برنامج بيتكلم عن الموسيقى المستقلة أو الأندرجراوند يعني زي ما بتتسمى، أنه يكون اللي بيقدم البرنامج أصلا حد من الوسط ده. فلما كلموني أنا قلت لهم إيه ده، أنا مش مذيعة، أنا ما بعرفش في حاجات كده. وبعدين طب لا تعالي ونجرب ونعمل ديمو، وفعلا رحت. و اللطيف الموضوع لما بدأت البرنامج يعني من حوالي سنتين كان عندي أول حاجة في بالي إنه إيه ده، إحنا مش يعني كنت بفكر إن البرنامج هيبقى وقته سنة، إنه إحنا ما عندناش ناس كفاية إنه يبقى أسبوعي ويستمر لمدة سنة. والحقيقة إنه السنة خلصت وكملنا سنة تانية ولسه الناس عمالة تكتر، وأنا عرفت ناس ما كنتش أعرفهم. التجربة بالنسبة لي أكيد ممتعة عشان اتعرفت على كل الموسيقيين، وعرفت كل كمان يعني كمان هم بينتجوا مزيكتهم ازاي، بيفكروا فيها ازاي، وايه الهدف من وراها. عارف كاني بعمل مثلا بحث عن الموسيقى المستقله في وقت مهم جدا، يعني في وقت اصلا غني ومليان تجارب ومليان محاولات ومحاولات جريئه يعني زي ما انت قلت من شويه. فكل ده كان بالنسبه لي ممتع جدا طبعا. عموما انا يعني بتمنى لك كل النجاح. قد انت فنك راقي وجميل، والناس انا واثق انها هتحبه وهتقرب منه جدا دايما. وبشكركم جدا، دي حلقتنا النهارده مع يسرى الهواري، فنانه جميله جدا يعني انسانيا وفنيا وفكريا وكل حاجه يعني ما شاء الله عليها، عندها افكار ممتازه لانها بتمثل جيل رائع جدا. اسبوع على خير، وهسيب بقى تختمي باللي انت عايزاه، غني اللي انت عايزاه بقى عشان تغني نزل تتر عليكي. طيب ماشي، اغني اغنيه اسمها غريب عن المدينه. اوكي ميرسي، شرفتيني. شكرا. كنت غريب عندي المدينة كنت أشوفها أكتر جمال، لو كنت غريب عندي المدينة هشوفها أكتر جمال، كنت هحس الزحمة طاقة، هحس الزحمة طاقة مغرقة الما جميع تحكي الخرافة، الخرافة تصير بتجسد التواريخ قديمة ضربة في العمق أسطورة طويلة وتبهر الرحال. إن كنت غريب عندي المدينة، غريب عندي المدينة، إن كنت غريب عندي المدينة، غريب عندي المدينة. يا ترى في العودة لمدينتي سعادة واطمئنان، حواري حافظها بالخطوة وعارف ناسها بالإنسان. يا ترى في العودة لمدينتي سعادة واطمئنان، حواري حافظها بالخطوة عارف ناسها بالإنسان. عطري اللي محسوب على الألوف منهم، عطري اللي محسوب على الألوف منهم، وفي وسطهم نوع الأمان غير نوع أمان، والبعد عنهم في أمان غير الأمان، أمان غير الأمان. إن كنت غريب عندي المدينة، غريب عندي المدينة، إن كنت غريب عندي المدينة،
غريب عندي المدينة. لو كنت غريب عندي المدينة كنت أشوفها أكتر جمال، غريب عندي المدينة كنت أشوفها أكتر جمال، غريب عندي المدينة، غريب عندي المدينة، غريب عندي المدينة، أنا غريب عندي المدينة، أنا غريب. برعاية